بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة رقم 3 تابعة لمقرر الإحصاء التحليلي المستوى الثاني التعليم المفتوح القسم الثاني من المقرر. هنبدأ إن شاء الله في التقدير الإحصائي ونظرية اختبارات الفروض. بداية، ما هو المقصود بالتقدير الإحصائي؟ التقدير الإحصائي أو الاستدلال الإحصائي زي جاز لنا التعبير عبارة عن تعريف سبق إن أنا ذكرته، قلت إن هو عبارة عن الوصول إلى ما يخص المجتمع باستخدام العينة التي يتم اختيارها من هذا المجتمع. ويوجد نوعين للاستدلال او قسمين للاستدلال زي ما قلت. قلت الاولاني عبارة عن التقدير الاحصائي بمعنى تقدير معالم المجتمع من خلال المقاييس المحسوبة من العينة. اما الثاني فهو عبارة عن اختبارات الفروض الخاصة بمعالم المجتمع ايضا باستخدام المقاييس المحسوبة من العينة واشياء اخرى سيتم عرضها. بالنسبة للتقديرات، اول حاجة احنا بنحتاج التقديرات او نظرية الاختبارات في ايه؟ بنحتاج غالبا لما تكون المجتمعات المدروسة مجتمعات غير محدودة، بمعنى ان حجم المجتمع كبير او لا يمكن حصره او عده، او يكون المجتمع حجمه كبير، فمن باب اولى بدل ما نضيع وقت ومجهود وتكاليف في دراسة المجتمع، فجرى العرف والعلم اكد الكلام ده وصحته ودقته على اننا نختار عينة، ومن خلال العينة اقدر ادرس كل ما هو مطلوب مني، ولكن من خلال دراسة مجموعة من المفردات التي يتم اختيارها والتي تحدد بأساليب علمية ويتم اختيارها بأساليب علمية، يعني كل الكلام علمي. ومن خلال هذه العينة أقدر أعرف ما هو خاص بالمجتمع، ولكن من خلال مقاييس يتم حسابها من العينة تسمى إحصاءات العينة أو تقديرات العينة. لذلك بنلاقي عندنا ان في عندنا نظريه اسمها نظريه التقديرات، ونظريه تانية اسمها نظريه اختبارات الفروض الاحصائيه. بنحتاج ان احنا كمثال بعض الامثله قدامنا في مجال الاقتصاد والاداره، احتياج البنوك لمعرفه مدى المام العملاء بخدمات والخطط الائتمانيه. المصانع عايزه تعرف متوسط طلب على سلعه معينه. المحلات عايزة تعرف متوسط المبيعات الشهري الى اخره من الامثلة. كل ما هو خاص بالنسب والمتوسطات الخاصة بالمجتمعات يمكن دراستها من خلال العينات. وبالتالي اما ان انا اكون عايز اقدر المعلمة نفسها اعرف قيمتها ايه قد ايه او القيمة المقدرة بتاعتها قد ايه، واما ان انا اكون عايز ادرس اختبار احصائي تابع ليها. إذن في جميع الحالات بنحتاج ان احنا اما نقدر اما نختبر الفروض، وكلاهما تسمى استدلال احصائي او نسميها تقديرات احصائيه، تسمى زي ما تسمى، ولكن اما تقدير احصائي لتقدير معالم المجتمع اللي احنا مش عارفينها، او اختبار للمعنويه الاحصائيه وتعني التحقق من صحه فرد معين او نظرية معينة او شيء معين خاص بمجتمع او باكتر من مجتمع. الشكل اللي قدامنا بيقول ايه؟ بيقول انا عندي المجتمع، هذا المجتمع باخد منه عينة، باخد ايه من العينة؟ بعمل بها ايه؟ بعمل بها تقديرات المعالم او اختبارات الفروض. اما ان انا اقدر المعالم واما ان انا اعمل اختبارات فروض. التقدير بيكون لإيه؟ بيكون لمعلمة مجهولة. أنا عايز أعرف
متوسط دخل الأسرة في مدينة الزقازيق، أعرفها إزاي؟ ما هي مجهولة بالنسبة لي، يبقى لابد إن أنا آخد عينة وأشوف بالعينة دي متوسط دخل كام وأقول دي بتساوي دي، يبقى معلمة المجتمع بتكون مجهولة. إما أن يكون اختبار فرض لمعلمة مزعومة. يعني إيه مزعومة؟ زي ما قلت في المحاضرة الأولانية أو في التانية مش فاكر، إن مدير المصنع بيدعي بيزعم أن نسبة الإنتاج المطابق للمواصفات عنده تزيد 99%. ما هو ده اسمه زعم أو اسمه افتراض أو اسمه فرض أو اسمه أيا كان المسمى بتاعه، ولكن هو غير متأكدين منه. عشان نتأكد منه لازم ناخد العينة ونبدأ ندرسها ونشوف هل الفرض دوت صحيح ولا الفرض غير صحيح. بناء على التقدير وبناء على اختبارات الفروض بقدر أوصل لقرار. ايه هو القرار؟ القرار معلمة المجتمع المقدرة دي اللي انا عايز اقدرها بتساوي كذا، او الفرض اللي حطه على معلمة المجتمع هل هو صحيح ولا غير صحيح. اذا نبدأ بنظرية التقديرات عشان اقدر. يعني ايه اقدر؟ يعني انا عايز اجيب كمثال زي ما قلت دلوقتي حالا متوسط دخل الأسرة في مدينة الزقازيق، عندي عشان أقدره مش هحسبه، لو حسبته من كل الزقازيق يبقى أنا حسبته مش قدرته. في فرق بين حساب وتقدير. حساب يعني أنا عندي جميع القيم الموجودة بتاع الأسر في الزقازيق وأبدأ أجمع 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 وأقسم على العدد، جبت المتوسط، اسمي حسبت المتوسط بتاع الدخل. لكن عشان أقدره، لأ، أقدر يبقى لازم أخد جزء من هذا المجتمع اللي هي العينة وأبدأ أحسب منها هي المتوسط، ولما أحسب المتوسط بتاع العينة أقدر أقول أن هذا المتوسط يمكن أنني أستخدمه كتقدير لمتوسط المجتمع. يبقى أنا بستخدم متوسط العينة كتقدير لمتوسط المجتمع. فرضا النسبة، عايز أقول عايز أقدر نسبة المتعلمين في مدينة الزقازيق، برضو نفس الكلام. لو انا عندي كل بتوع الزقازيق وعارف كم متعلم وكم مش متعلم هحسبها، يبقى اسمي بحسب النسبة. ولكن كوني مش عارفها وباخد عينة يبقى بحسب النسبة من هذه العينة. تطبيق النسبة المحسوبة من العينة وتعميم مع المجتمع، اسمي بقدر نسبة المجتمع من خلال النسبة الموجودة في العينة. ولكن اسلوب التقدير له طريقتين او له شقين. إما أن يكون تقدير يسمى تقدير بنقطة، وإما أن يكون تقدير بفترة ثقة. يعني إيه تقدير بنقطة؟ تقدير بنقطة معناه الوصول إلى قيمة وحيدة من العينة تعبر عن معلمة المجتمع. يعني أقول تقدير متوسط المجتمع بيساوي كذا، رقم بيساوي رقم معين، يبقى أنا جبت نقطة واحدة. أقول مثلا أنا جيت خدت العينة من الزقازيق لقيت ان متوسط دخل الاسره فيها 2000 جنيه في الشهر، يبقى اذا تقدير متوسط الدخل في مدينه الزقازيق كمجتمع بيساوي 2000 جنيه اللي هو عباره عن المتوسط في العين. لقيت ان النسبه في نسبه المتعلمين في مدينه الزقازيق تصل الى 80%، يبقى اولى النسبه في العينه 80%، يبقى بالتالي تقدير نسبه المتعلمين في الزقازيق هي بتساوي 80% للنسبه في العينه. وهناك طرق كتيرة تديني التقدير دوت، منها طريقة العزوم وطريقة الماكسيموم والكلود، مش هندخل في الطرق. ولكن كلمة تقدير بنقطة معناها الحصول على قيمة وحيدة من العينة كتقدير لمعلمة المجتمع. طيب لما نبص في الجدول اللي عندنا، ايه اللي بهتم بيه؟ انا بهتم لأي مجتمع بحاجات معينة، وليكن 3 حاجات، والرابعة بتيجي تحصيل. الميول هو المتوسط، السيجما تربيع اللي هي التباين، السيجما اللي هي الانحراف المعياري، اما البي فهي عباره عن نسبه. طب انا لو اختصرت الكلام ده، مش عايز التباين ولا عايز الانحراف ولا عايز الانحراف المعياري، مش عايز دول. انا عايز بس اركز في شغلي على الاثنين التانيين بس اللي هم عباره عن المتوسط والنسبه. هنلاقي ان المتوسط في المجتمع اجيبه ازاي؟ اجيبه بالمتوسط في العينه. يبقى اقدر اقول ان الميو هاد اللي هي تقدير متوسط المجتمع هو عباره عن متوسط العين اللي بيساوي مجموع الاكس على الان. ولكن هنلاقي هنا في فرق ما بين حاجتين يجب ان احنا
نركز عليهم. في كلمة تقدير وفي كلمة مقدر. في كلمة تقدير وفي كلمة مقدر. ما هو المقصود بالمقدر؟ المقدر الخاص بالعينة هو عبارة عن صيغة رياضية تستخدم في الحساب. يبقى المقدر صيغة رياضية تستخدم في الحساب. فلما اجي اقول اكس بار بتساوي مجموع الاكس مقسوم على الان، ده اسمه مقدر. امتى يطلق عليه تقدير؟ لو عندي بقى العينة نفسها 3 و 4 و 5 و 10 وجيت حسبتهم طلع المتوسط بتاعهم 3، اسمي الثلاثة ده هي تقدير. يبقى التقدير وعبارة عن قيمة حسابية ناتجة من تطبيق صيغة المقدر. يبقى المقدر صيغة رياضية، اما التقدير هو عبارة عن رقم حسابي ناتج عن تطبيق المقدر. لذلك اغلب الكتب بتفرق ما بين الاثنين، ولكن قد يكون الفرق غير موجود او غير واضح. لا، الفرق ببساطة جدا، المقدر عبارة عن صيغة رياضية تستخدم في الحساب، اما التقدير هو عبارة عن قيمة الحساب نفسه. قيمة الحساب نفسه هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان عندي متوسط المجتمع عشان اقدره احسب متوسط العين، النسبة في المجتمع عشان اقدرها اجيب النسبة في العين، بس خلاص. بطرق ايه؟ الامكان الاعظم او طريقة المربعات صغرى او طريقة بيز، كل دي الطرق تستخدم في التقدير لا اكثر ولا اقل. ولكن التقدير بنقطة او التقدير بصفة عامة عشان اقول ان هو تقدير جيد، ما انا ما ينفعش اجي اقول ان انا عايز حاجة خاصة بالمجتمع واروح واخد اي حاجة في العينة. لا، لابد انه تتوفر مجموعة من الخصائص لكي يقال على تقدير معين او مقدر معين انه مقدر جيد. هنلاقي ان عندنا في اربع خصائص مش اكتر من كده. ايه هما؟ اول خاصية تسمى عدم التحيز، وعدم التحيز معناها الانبايزنس. اما التانية فهي الافيشنسي، اما التالتة فهي sufficiency، اما الرابعة فهي الconsistency اللي هي عدم التحيز والكفاءة والكفاية خلينا ناخدهم بسهولة بسرعة. ايه المقصود بعدم التحيز؟ عدم التحيز يقصد به ان توقع التقدير لابد ان يكون بيساوي المعلمة. فلو عندي معلمة المجتمع اسمها ام، وعندي التقدير بتاع العينة اسمه ام هاد، اذا كان توقع هذا التقدير يساوي المعلمة يبقى ده تقدير اسمه غير متحيز. اما لو ما كانش بيساويه، يعني لقينا ان توقع الام هاد او المتوسط بتاع الام هاد لا تساوي الام، يبقى اذا في عندي مقدار من التحيز بقدر احسبه واقول هو عباره عن الفرق ما بين الاثنين. لذلك احنا لقينا لما جينا نشوف التوزيعات العينيه لقينا ان توقع الاكس بار بيساوي الميو، اذا الاكس بار تقدير غير متحيز للميو. لقينا ان توقع البي هاد بتساوي البي، يبقى اذا البي هات تعتبر تقدير غير متحيز للبي. يبقى ببساطة خالص، اذا كان توقع التقدير يساوي معلمة المجتمع يقال ان هذا التقدير او المقدر غير متحيز. اذا وجد ان هما غير متساويين يبقى اذا مقدار الفرق ما بينهم عبارة عن مقدار التحيز. الخاصية الثانية تعني الكفاءة. امتى اقول ان مقدر معين كفء؟ يعني ايه كفء؟ كفء يعني هو اقل في التباين. تفهم على طول كفء اقل من التباين. يبقى اذا لو عندي ام هات تقدير كفء، امتى اقول ان ام هات تقدير كفء للام؟ اقول انه مقدر كفء للام اذا كان في عنده حاجتين. اولا عشان يدخل في السباق ونقول ان هو كفء ولا مش كفء لابد ان يكون غير متحيز. يبقى القيد الاولاني او الشرط الاولاني ان يكون غير متحيز. اما الثاني فلا بد ان يكون اقل تباين. يعني لو عندي ام ولكن لها تقديرين، ام هاد واحد وام هاد اثنين، اقول ام هاد واحد اكفى ولا ام هاد اثنين الاقل فيهم في التباين. يبقى اذا شرط الكفاءه حاجتين، شرط الكفاءه ان يكون التقدير غير متحيز وان يكون صاحب اقل تباين ما بين المقدرات غير المتحيزة. يبقى تاني خاصية اللي هي الكفاءة معناها ان المتغير يكون
ان التقدير او المقدر يكون غير يكون كفء اذا كان بتوفر فيه خاصية عدم التحيز، بالاضافة الى انه اقل تباين ما بين التقديرات غير المتحيزة. الكفاية، ما معنى الكفاية؟ الكفاية ببساطة معناها ان المقدر اللي هي الصيغة ده هي تشمل كل المعلومات الخاصة بالمعلمة او التقدير. يعني ايه؟ يعني لو جيت قلت مثلا انا عندي 3 مقاييس هاخدهم عشان اوضح بيهم الفكرة. عندي المتوسط، لما باجي متوسط بعمل ايه؟ بجمع جميع القيم واقسم على العدد، يبقى انا خدت كل القيم في الاعتبار. طب لما اجي اجيب الوسيط، لو حد فاكر منكم الوسيط، الوسيط القيمه اللي في النص، لا لها دعوه باللي في الاول ولا لها دعوه باللي في الاخر. اذا انا بسيب، يبقى الوسيط دوت ليست كافي. مش كافي ليه؟ لانه ما بياخدش جميع القيم في الاعتبار. طب قلنا المنوال، لو جيت اقول المنوال هلاقي المنوال القيمه الاكثر شيوعا اللي بتتكرر اكتر، يبقى ما بياخدش كل القيم ولكن بياخد القيمه يبقى عشان اقول ان مقدر معين كافي لابد ان ياخذ جميع القيم الموجوده في العينه في الحساب. وبلاقي التقديرات الكافيه اللي هي ايه؟ الاقي التباين تقدير كافي، الاقي المتوسط تقدير كافي. اما كل ما هو مقياس موضع يعتمد على قيمه محدده في مكان محدد فليس كافي. يبقى اذا يقال ان التقدير ان المقدر مقدر كافي إذا احتوى المقدر على جميع المعلومات الموجودة في العينة. بالإضافة إلى ذلك الخاصية رقم 4. الخاصية رقم 4 بتقول إيه؟ بتقول الاتساق. يعني إيه الاتساق؟ الاتساق معناه ببساطة أن المقدر يقال أنه متسق، نفهمها بالكلام كده. إذا كانت قيمة التقدير بتاع العينة بزيادة حجم العينة تقترب من معلمة المجتمع يقال أنه تقدير متسق. بصرف النظر بقى عن الـ عن الـ عن الصيغه الرياضيه المكتوبه اللي تحت دي، مش لها لازمه. ليه بقى؟ افهمها كده، انت عندك عينه خدتها من المجتمع، حسبت منها التقدير، لقيت ان التقدير في فرق بينه وبين المجتمع. كل ما تزود العينه قيمه التقدير توصل لمعلمه المجتمع، كل ما تزود العينه التقدير يوصل لمعلمه المجتمع. اذا كانت الخاصيه اللي عندك متحققة بهذه الطريقة فنقدر نقول في هذه الحالة أن هذا التقدير تقدير متسق. يبقى في عندي 4 خصائص للتقدير الجيد أو المقدر الجيد. دايما نقول مقدر أو تقدير وتعدي، يعني هي مش 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 خطأ إن أنا أقول دي مكان دي أو دي مكان ديت، إلا إن أنا لازم أكون عارف أن المقدر هو صيغة ريادية تستخدم في الحساب، أما التقدير فهو عبارة عن قيمة ناتجة من تقدير هذا المقدر. يبقى في 4 خصائص: عدم التحيز، الكفاءة، الكفاية، الاتساق، لابد أن يكونوا متوفرين في أي تقدير لكي يقال على هذا التقدير أنه تقدير أو مقدر جيد. تقدير بفترة ثقة، إيه بقى الفرق بين ده وبين فترة الثقة؟ أنا ممكن أجي أخد عينة، العينة ما تكونش مظبوطة. يعني إيه ما تكونش مظبوطة؟ ما تكونش معبرة للمجتمع تعبير جيد. يبقى في خطأ موجود ما بين تقدير العينة وما بين المعلمة بتاعت المجتمع. يبقى كلمة ان انا اخد نقطة واحدة واستخدمها كتقدير لمعلمة المجتمع يكفي ولكن غير دقيق. انا افضل من كده، عايز اجيب قيمتين، عايز اجيب حاجة اسمها ال lower bound lower، وعايز اجيب upper، عايز اجيب حد اعلى وحد ادنى، واقول ان معلمة المجتمع موجودة في وسطهم. موجودة في وسطهم بايه؟ باحتمال دقة معينة أو ثقة معينة أنا بحدده. وبحدده بناء على إيه؟ بناء على نوع العلم نفسه. عندنا في علوم طبية خاصة بصحة الإنسان، وعندنا في علوم اقتصادية خاصة بالاقتصاد والإدارة والكلام ده، وعندنا في علوم مختلفة. درجة الثقة أو الخطأ في الأعمال في العلوم المختلفة لا تتساوى. يعني مثلا لا يمكن او لا يحتمل خطأ في علوم طبية يزيد عن 1 في الـ1000. يبقى لابد ان انا اقول عندي ان نسبة الخطأ المسموح بيها 1%، 1 في الـ1000، 5 من الـ1000، وهكذا. في العلوم الاقتصادية قد تتعدى 5% او 10% لانها ارقام مقدرة. يبقى اذا نرجع تاني للتقدير بالفترة،
يعني الحصول على confidence interval أو confidence level، حدود ثقة، تسمى الحد الأدنى والحد الأعلى. الحد الأدنى والحد الأعلى عبارة عن حدين بينحصر ما بينهم معلمة المجتمع باحتمال معين. لذلك لما بنيجي نقراها بنقول احتمال أن تنحصر معلمة المجتمع ما بين الحد الأدنى اللي هو بيساوي كذا والحد الأعلى بيساوي كذا بيساوي 1 ناقص ألفا. طب الحد الأدنى والحد الأعلى دول هل هم بيتم حسابهم بمعزل عن التقدير بنقطة؟ لا، هي مش مكتوبة قدامي، ولكن أنا أقولها لك. إحنا بنقول أن متوسط المجتمع كمثال بيساوي متوسط العينة تقديره. طب إيه اللي يحصل لو خدت متوسط العينة دوت وشفت أنا هغلط في قد إيه واروح طرح الخطأ وضيفه؟ لأن حدود الثقة هي عبارة عن إيه؟ الحد بتاع الثقة عبارة عن التقدير بنقطة مضاف إليه أو مطروح منه ما يسمى خطأ التقدير، الخطأ اللي أنا ممكن أقع فيه وأنا بقدر. طب خطأ التقدير ده بيساوي إيه؟ بيساوي حصل ضرب حاجتين. الحاجة الأولانية عبارة عن خطأ المعياري بتاع التقدير بنقطة، الحاجة التانية عبارة عن قيمة تؤتى من الجداول اللي أنا كنت بقول لكم الجداول هنعوزها، اللي هي إما من جدول الزد اللي هو التوزيع الطبيعي أو من جدول الت. بناء على إيه؟ بناء على احتمال أنا عايزه دقة، بناء على احتمال معين عايزه دقة. يبقى إذا في احتمال الخطأ اللي أنا بقدره، يبقى إذا طبقا للاحتمال اللي أنا محدده للثقة بقدر أجيب هغلط في قد ايه، يبقى اقدر اجيب الخطأ اللي انا ممكن اقع فيه. الخطأ اللي انا ممكن اقع فيه مع حجم العينة يديني قيمة من الجداول دهيت. اذا ضربت هذه القيمة في الخطأ المعياري بتاع التقدير جبت حاجة اسمها خطأ التقدير. خطأ التقدير اللي انا هقع فيه دوت اذا طرحته وضفته على قيمة التقدير بنقطة يديني حدين. الحد الاولاني بسميه الحد الادنى لفترة الثقة، والحد الاعلى بسميه الحد الاعلى لفترة الثقة. يبقى الفرق ما بين التقدير بنقطة والتقدير بفترة أن التقدير بنقطة هي قيمة وحيدة يتم الحصول عليها من العينة كتقدير لمعلمة المجتمع. أما التقدير بفترة الثقة معناه أن أنا بجيب حدين، حد اسمه أدنى وحد اسمه أعلى، ومعلمة المجتمع بنقول أنها تقع ما بين الحدين الأدنى والأعلى باحتمال معين أو بدرجة ثقة معينة. درجة الثقة دي بنسميها إيه؟ بنسميها 1 ناقص ألفا. الواحد ناقص ألفا ديت جرى العرف على انها اما ان تكون 95% يبقى درجة الثقة بتاعتي في العمل بتاعي 95% او 99% او حتى 90%، ولكن مع تحديدي لدرجة الثقة يحدد الخطأ. اذا كان درجة الثقة كام؟ 95، يبقى الخطأ 5%. اذا كانت درجة الثقة 99 يبقى الخطأ بيساوي 1%. اذا كانت درجة الثقة 90% يبقى الخطأ 10%، وهكذا. ننقل على اختبارات الفروض. دايما الادعاءات موجودة في المجتمعات لان كل واحد عايز يبني نفسه حتى لو بالخطأ، يقول انا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا. هو مش عنده حاجة، هو بيدعي ان عنده، وقد تكون عنده فعلا، ولكن احنا كاساليب علمية بنطبقها يجب الا نصدق ما يقال، ولكن المفروض علينا ان احنا نعمل اختبار لما يقال. والاختبار ده عبارة عن ايه؟ انا عندي مجتمع، وهذا المجتمع له معالم، قلنا هنختصر اتنين بس، المتوسط بتاع المجتمع معلمة والنسبة في المجتمع معلمة. هذا المتوسط وهذه النسبة هما الاتنين عايزين نعمل عليهم اختبار. عايز كمثال افترض ان متوسط المجتمع بيساوي 3، يبقى لازم يكون عندي فرد وفرد مناقض له او معاكس له، بحيث ان الاثنين الفردين يكونوا بيكملوا الحالة كاملة ويكونوا فردين اسمهم متنافيين. يعني لو الفرد المتوسط بيساوي 3 يبقى الفرد بتاعه التاني لا يساوي 3، لو الفرد المتوسط بيساوي اكبر من او يساوي 3 يبقى التاني اقل من 3، لو اكبر من او يساوي 3 يبقى التاني اقل من، وهكذا. فردين متنافيين قاطعين الموضوع وفاصلينه عن بعض. برضو هكذا بالنسبة للنسبة. الراجل صاحب المصنع اللي قلت لك عليه قال لك ان نسبة الانتاج السليم عندي ما بتقلش عن 99، يبقى اقول فرضني
فرض الراجل بيقول انا النسبة اقل اكبر من 99، انا هقول لا، انا هعكس لك الفرض بتاعك، هقول ان الفرض اللي انا هحطه بقى كفرض بحث ان النسبة اقل من 99%، واشوف بقى بناء على البيانات اللي هاخدها من العينة كلام اللي صح ولا كلامك اللي صح. مش هنختلف، مش هنختلف ليه؟ لان الموضوع مش فيه اختلافات، الموضوع فيه ارقام وفيه اخطاء بنعتمد عليها، او نسبة خطأ بنعتمد عليها، وفي حاجات معينة بنتبعها، مش بناخد الموضوع عشوائي. إذن كلمة اختبارات الفروض معناها أن هناك فرض معين يكون فرض مدعى أو فرض مزعوم أو فرض أيا كان صفته، بيكون موضوع من قبل جهة معينة. أنا كباحث بحط فرض بحث معاكس لهذا الفرض تماما، يسمى الفرض الموضوع من قبل أو المزعوم بنسميه فرض العدم، اما الفرض اللي انا بحطه عليه بسميه الفرض البديل. يبقى في عندي فرض عدم نال هايبوثيسز، وفي فرض الترنيتيف هايبوثيسز او فرض بديل، الاثنين مناقضين لبعض، معاديين لبعض، متنافيين عن بعض. عايز اشوف ده اللي صح ولا ده اللي صح. ولكن دايما الفرض العدمي هو الفرض المزعوم الذي يقول انه لا فرق موجود ما بين حاجتين. لذلك العدم يعني انعدام الشيء، يعني حاجتين متساويتين. اما الفرض البديل فهو الفرض البحثي الذي يسعى جميع الباحثين لتحقيقه، اللي هو الفرض البديل. طب انت عشان تعمل بقى تختبر الفروض تعمل ايه؟ ده ببساطة خالص، انت عندك مجتمع وعندك له معلمة وعايز تختبر المعلمة دي، حطيت الفروض، يبقى اول خطوة هي صياغة الفروض. طب تاني خطوة تحديد ما يسمى مستوى المعنوية. ايه مستوى المعنوية دوت؟ مستوى المعنوية ببساطة اسمه الفا، رمزه الفا، او اسمه الخطأ المسموح به، او بيسموه الخطأ من النوع الاول، اللي هو ببساطة عبارة عن رفض فرض العدم وهو صحيح. بس انا مش عايز اعرفه بالتعريف العلمي بتاعه، انا عايز اقول ان هو دوت عبارة عن نسبة خطأ ممكن البحث يقع فيه او نقع فيه يعني. فاسمه الفا، وبنحدد وبيحدد اما 5% او 1% او 10% حسب المفروض يعني. يبقى اذا صياغة الفروض كخطوة اولى. تاني خطوة تحديد مستوى المعنوية، لابد ان يحدد من البداية مستوى المعنوية الذي سيتم القبول والرفض بناء عليه للفروض الفرض العدمي. يتم ايجاد احصائية الاختبار. طب احصائية الاختبار او بيسموها دالة الاختبار او بيسموها القيمة المحسوبة بتحسب منين؟ بتحسب من بيانات العينة التي تم اختيارها من المجتمع. يجي لنا حاجة تانية، يجي لنا تحديد المنطقة الحرجة، منطقة الرفض والقبول. ما اني بناء على مستوى المعنوية اللي انا حددته وبناء على حجم العينة الموجود عندي بقدر اجيب قيم من الجداول اللي هي بتاع توزيع طبيعي، توزيع تي اللي احنا كنا خدناهم في اول محاضرة، وبقدر ارسم شكل التوزيع الطبيعي او شكل توزيع تي، وبحدد عليه مناطق معينة، مناطق تسمى مناطق القبول ومناطق تسمى مناطق الرفض الاتش نوت. وبناء على هذا الكلام اذا القيمة اللي عندي وقعت في منطقة القبول بقبل الفرض العدم، وقعت في منطقة الرفض برفض الفرض العدم واقبل الفرض البديل. يبقى بناء على تحديد مستوى المعنوية وحجم العينة اقدر اجيب القيم اللي هتحدد لي مناطق الرفض والقبول. جبت المناطق اللي بتحدد لي مناطق الرفض والقبول، يبقى انا ابدا اشوف بقى احصائية الاختبار دي وقع فين. وقع في منطقة الرفض هقول هنرفض، وقع في منطقة القبول هنقول هنقبل. يبقى اذا هتاخد قرار بقبول او رفض الفرض العدم او الفرض البديل بناء على حاجتين، بناء على القيم اللي جاية من الجداول والتي تمثل او تحدد عند المناطق الحرجة اللي هي مناطق الرفض والقبول، وبناء على احصائية الاختبار المحسوبة من ال ال ال, ال, ال العينات تبعا للتوزيع العيني لتقدير العينة.
لذلك احنا درسنا تقطير العينه، درسنا حاجه اسمها التوزيعات العينيه، عشان اقول ان لما اجي احول التوزيع العيني بتاع المتوسط اقول ان الزد بتساوي اكس بار ناقص ميو على سيجما على جذر الان، او الزد بتساوي البي هاد ناقص البي على الجذر التربيع بتاع البي في واحد ناقص بي مقسوم على الان، او اقدر اقول ان هذا الكلام بتاع المتوسط سيتبع توزيع ايه لما يكون حجم العينه صغير ويكون عندي التباين بتاع المجتمع غير معلوم، زي ما هنشوف في التوصيف الدقيق للاختبارات الفروض وحدود الثقه. يبقى اذا لو جيت بقى وحبيت اقول الكلام ده هرجع اقوله تاني، صياغه الفروض، الفروض الاحصائيه عباره عن فرضين، فرض عدم وفرض بديل. الفرض الاحصائي البديل الاولاني بيكون عباره عن مقوله او تقرير او ادعاء او افتراض او تخمين او 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 الى اخره، ولكن ايا كان هذا الفرض انا بحط فرض مناقض له تماما يسمى الفرض البديل. الفرض العدمي اللي هو النال هايبوثيسيس او الاتش زيرو زي ما بيسموه، لابد ان يكون فيه التساوي، فممكن الاقيه يساوي او الاقيه اكبر من او يساوي او الاقيه اقل من او يساوي. اذا كان الفرض العدمي يساوي الميو تساوي رقم، البي تساوي رقم، يبقى لابد ان يكون الفرض البديل بتاعه لا يساوي، يبقى لا يساوي مربوطه بيساوي. اذا كان اكبر من او يساوي يبقى المعاكس بتاعه اقل من، اذا كان ده اكبر من او يساوي يبقى لابد ان يكون دي اقل من، يبقى هما الاثنين الفرضين ينقضوا بعض تماما. يبقى اذا الفرض البديل يقر ايه؟ دايما الفرض البديل يقر شيء من ثلاثة، اما ان يكون علامة المجتمع تختلف عن قيمة معينة، لان كلمة لا يساوي وكلمة لا يساوي معناها تختلف، يعني ما بتساويش الحاجة دي. لو اني عميد الكلية قايل ان درجة متوسط درجة الطالب عندنا في احد المقررات بيساوي 20 او بيساوي 15، هو بيقول 15، يبقى ده فرض عدم. الفرض البديل بتاعي نقول لا يساوي 15. طب افرض هو قال ان القيمه بتاعه درجه الطالب تزيد عن 15 او تساوي، يبقى هو هيقول لي اكبر منها تساوي 15. انا هروح مناقض هذا الكلام واقول له لا ده هي اقل من 15. افرض قال لي اقل، هو قال لي اقل منها تساوي 15، هروح انا قايل له اكبر من 15. يبقى الفرض البديل اللي هو فرض البحث يحتمل ان ياخذ ثلاث اشكال: أن معلمة المجتمع تختلف عن القيمة المحددة، أو معلمة المجتمع أكبر من أو أقل من. طب صياغة تانية للفروض أنا بعملها إزاي؟ حسب المطلوب عندي في التمرين أو في التطبيق اللي قدامي. إذا كان عايز يختبر أن معلمة المجتمع أكبر من قيمة معينة أحط الفرض البديل أكبر، إذا كنت عايز أختبر أن معلمة المجتمع أقل من قيمة معينة أحط الفرض البديل أقل، إذا كنت عايز أختبر أن متوسط المجتمع اما يساوي اما يختلف اما مش فاهم احطها لا يساوي، لان دايما كلمة معلمة المجتمع تزيد عن، اكبر من، تفوق، مش عارف ايه، واضحة فاحطها اكبر من، يقل عن، لا يزيد يعني اقل من، لا كذا هعرف انها اقل. لكن اللبس ممكن يحصل امتى؟ اذا كان السؤال البحثي غير واضح، يقول لي اختبر ان متوسط المجتمع يساوي 13، هو ما قاليش ما يساويش 13، لكن ان افهمها ان في هذه الحالة ان احد الفروض يساوي 13 والفرض الثاني لا يساوي 13، لكن الفروض الفرضين الحالتين التانيين اللي هم الاكبر والاقل بتكون واضحة. لو قال لي اختبر ان متوسط درجة الطالب اكبر من 30، كلمة اكبر من 30 يبقى الفرض البديل لابد ان يكون اكبر من 30، اما الفرض العدمي الاولاني احطه اقل من او يساوي 30. طب ايه اللي يحصل لو خدت الفرض العدم اللي هو الفرض الاولاني خالص كله يساوي ولا حاجه؟ يمكن ان يؤخذ الفرض العدمي على انه يساوي دائما، الميو تساوي كذا، النسبه تساوي كذا، لكن الفرض البديل هو اللي باجي اصل فيه واقول ان فرض البحث اما لا يساوي، اما اكبر من، واما اقل من. تحديد مستوى المعنوية، مستوى المعنوية أنا ما كنتش
عرضته في وانا بقولها بسرعه ليه؟ لان كنت عايز الجدول دوت. احنا عندنا يا ولاد فرضين، اللي هو الفرض العدم بنركز عليه وبننسى الفرض البديل دلوقتي. فرض العدم دوت لما اروح عند زي ما قلت مدير المصنع بيقول كذا، او عميد الكليه بيقول كذا، او المحافظ بيقول كذا، او الرئيس بيقول كذا، لفروض هذا الفرض يحتمل حاجتين، اما ان يكون فرض خاطئ واما ان يكون فرض صحيح، وده الكلام منطقي. اي فرض في الدنيا اما ان يكون فرض خاطئ واما ان يكون هذا الفرض صحيح. خلاص يبقى اذا حالات الفروض الفرض العدم اما ان يكون صحيح واما ان يكون خاطئ. تعال نعلم بتاع الجدول ده نوضحه بس عشان ايه يبقى معانا اهو. اما ان يكون صحيح واما ان يكون خاطئ، ده الفرض. طب انا بعد ما بعمل الاختبار واخلص واجيب الاختبار، حاجه من اتنين، يا اما القرار بتاعي في النهايه قبول فرض العدم يا رفض فرض العدم. يبقى اذا الفرض في حد ذاته اما ان يكون صحيح واما ان يكون غير صحيح، اللي هما الحالتين دول. اما القرار فالقرار عباره عن قبول او رفض. طب بالله عليك انت جيت عندك القرار صحيح، الفرض صحيح وانت اخترته، ايه الاشكاليه؟ كلمه اختيار فرض صحيح لا توجد خطا، اما الحاله الثانيه فهي عباره عن رفض فرض خاطئ. الفرض خطا غلط يعني، وانا رفضته برضه مفيش مشكله. يبقى كلا الحالتين دهم للحاله دي والحاله دي دهم مات علمهم كده، دول دي قرارات صحيحه. اما الحالات الثانيه اللي هي دي والحاله الثانيه دي فهي عباره عن اخطاء. ليه اخطاء؟ لان في الحاله دي الفرض خاطئ وانا قبلته، الفرض صحيح وانا رفضته، يبقى كلاهما فيهم خطا. ايه الخطا اللي فيهم؟ الخطا اللي فيهم ان الحاله بتاعته مش ماشيه مع بعضيها. يعني ايه مش ماشيه مع بعضيها؟ يعني هنبدا نقول هنا خطا اللي هو خطا من النوع الاول، والتاني خطا من النوع التاني. ليه خطا من النوع التاني؟ لان هي مسمياتها كده، وانا هوضح لك دلوقتي يعني ايه خطأ من النوع الاول يعني ايه خطأ من النوع التاني. بسم الله الرحمن الرحيم. لحظة بس اكمل على ما تهدى. الخطأ من النوع الاول عبارة عن ايه؟ هو الخطأ الناتج عن رفض فرض العدم وهو فرض صحيح. يبقى لو فرض العدم صح واني عملت له عملية رفض، يبقى انا وقعت في خطأ اسمه خطأ من النوع الاول، وهو ده اللي بنسميه الالفا. اما الخطأ الثاني هو عبارة عن الخطأ من النوع الثاني، والخطأ من النوع الثاني اسمه بيتا، او معناه قبول فرض خاطئ، وده اشكالية اكبر من الخطأ من النوع الاول. يبقى الخطأ من النوع الاول هو الالفا، عبارة عن رفض فرض العدم وهو صحيح. اما الفرض الثاني قبول الفرض العدم وهو خاطئ، وكلاهما اخطاء، ولكن ده بنسميه الخطأ من النوع الاول، والثاني بنسميه الخطأ من النوع الثاني. طيب اذا تحديد الليفل اوف سيجنيفيكانس او بيسموه مستوى المعنويه اللي هو يمثل عندي في هذه الحاله الخطا من النوع الاول. يبقى الالفا هي عباره عن مستوى المعنويه، اسميها نسبه الخطا المسموح به، اسميها الخطا من النوع الاول، اي مسمى، ولكن هي عباره عن حاجه بنسميها الفا، وبتكون محدده دايما في التطبيقات، ما بتكونش متروكة للطالب يحددها، لا بيجيلك يقول لك ان ديت عبارة عن قيمة الخطأ من النوع الاول بتساوي كذا، او يقول لك الالفا بتساوي كذا.
يبقى أول حاجة صياغة الفروع، تاني خطوة تحديد الليفل اوف سيجنيفيكانس او المستوى المعنوية اللي هي قيمة الألف. بعد كده انا خدت عينة، من العينة دهيت بقدر اعمل عملية حساب لإحصائية معينة. انا اسف هضطر اقفل بس الملف دوت وافتحه مرة تانية. ايه هي بقى التانية؟ وصلنا له. ايه هي التانية؟ ايه الخطوة اللي بعد كده؟ الخطوة اللي بعد كده هتكون عبارة عن احصائية تحسب من العين، ولكن زي ما قلت لكم ان اول خطوة هي عبارة عن صياغة الفروض، تاني خطوة هي عبارة عن تحديد مستوى المعنوية اللي هو اما ان يكون بيساوي 1% او 5% او 10%، وبناء عليها بقدر اجيب قيم الجداول بتاع التوزيع الطبيعي او توزيع تي زي ما هنشوف. ثلاثة احصائية الاختبار. الله، ايه احصائية الاختبار او ايه القيمة المحسوبة دي للستاتستيك؟ عبارة عن قيمة بتنحسب من العينة. بتنحسب على ايه؟ ببساطة خالص هي قيمة الزد. الزد اللي احنا اللي انا قلت لكم نجيبها ازاي في التوزيع الطبيعي، بس بتاعت المتوسط هتساوي اكس بار ناقص ميو على سيجما على جذر ان، والتانية بتاعت البي هتساوي البي هات ناقص البي على الجذر تربيع البي في واحد ناقص بي مقسوم على ان. يبقى اذا ديت عبارة عن احصائية اختبار تحسب من بيانات العينة بناء على القيم المحسوبة من العينة والفرض العدم الموضوع. الخطوة اللي بعد كده ان انا احدد مناطق الرفض والقبول، برسم رسم التوزيع الطبيعي واحدد عليه منطقة رفض ومنطقة قبول، وبناء على منطقة الرفض ومنطقة القبول ابدأ اشوف بعد شوية الاحصائية دي وقع فين. وقع في منطقة الرفض ولا وقع في منطقة القبول؟ اذا كانت موجودة في منطقة القبول بقبل الاتش نود، اذا كانت موجودة في منطقة الرفض برفض الاتش نود واختار الفرد البديل. ولكن هذا الكلام يعني هنلاقي هنا بطريقة تانية بيقول لك، بيقول كلام كده. ايه ده الكلام الموجود دوت؟ هذا الكلام قتل بحثا، ولكن عاد دلوقتي موجود من فضل ربنا على الناس، انه في برامج احصاء وفي حاجات كتيرة بتتحسب. الكلام اللي عاملين نقوله دوت يمكن بمعلومات بسيطة جدا وبإجراءات بسيطة ان احنا نطلعه من البرامج الاحصائية. فاذا لما تيجي تبص الحتة دي مش معناه انك انت بدي بالي وكلام زي كده، لا، ده هي البرامج بتاعة الاحصاء بتطلع نتائج جاهزة. ازاي اقدر اعرف منها ان انا اقبل الفرد العدم والفرد البديل؟ بناء على النتائج اللي طالعه من الكمبيوتر. فبنقول فيها لو كانت عندك تيبل اتش نود، لو كانت عندك البي فاليو اللي هي طالعه لك في البرنامج اكبر من الالفا، وترفض الاتش نود لو كانت البي فاليو اقل من الالفا. يبقى ده كلام تحصيل حاصل، احنا مش هناخد الجزئيه ديت لان احنا مش هيكون عندنا الطريقه ان احنا نعمل برامج احصاء وان كانت اسهل بكتير. فانا هروح معلم عليها كده، يعني ديت ليست موجوده عندي. يتبقى لنا بقى جزئيه ثانيه، وهي ازاي اقدر اطبق الكلام ده عملي. يعني ايه عملي؟ يعني عندي متوسط المجتمع الميو، ازاي اقدر اقدره، اعمل له تقدير بنقطه، وازاي اقدر اجيب له فترة ثقة، وازاي اقدر اختبر له معنوية. ده هياخد محاضرة كاملة. الحاجة التانية كمان عند النسبة في المجتمع، ازاي اقدر اعمل لها تقدير بنقطة، وازاي اقدر اجيب لها حدود ثقة، وازاي اقدر اعمل لها عملية اختبار للفروض. يبقى اذا القسم التاني من هذا المقرر اللي هي باقي المحاضرتين
باقي محاضرتين ان شاء الله هتكون المحاضرة الأولانية خاصة بالمتوسط المجتمع، المحاضرة التانية هتكون خاصة بالنسبة في المجتمع. فأنا لو جيت قفلت هذا الملف وفتحت الملف تاني هنلاقي إن إحنا قدامنا ملف هوريه لكم بس تحسبا للمحاضرة اللي جاية إذا ربنا أحيانا. أدى الملف هو هيكون داخل في صلب الموضوع على طول. يعني إيه في صلب الموضوع؟ يعني عندي فترة الثقة لمتوسط المجتمع ميو، أجيبها إزاي؟ هلاقي عندي بعد كده اختبارات الفروض بتاع متوسط المجتمع، وأيضا هلاقي عندي فترة الثقة بتاعت النسبة في المجتمع، وفترة الثقة بتاعت واختبارات النسبة في المجتمع. يبقى الملف التاني ده هو تقريبا هيطلع له بتاع 16 صفحة مش كتير، اللي هي خاص بإيه؟ خاص بأربع حاجات: فترة الثقة لمتوسط المجتمع واختبارات المعنوية بتاعته، وفترة الثقة للنسبة في المجتمع والاختبارات المعنوية بتاعته. وده إن شاء الله هيكون في المحاضرتين اللي جايين بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.